بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عودة بكم ولحضراتكم إلى أحداث شوط المباراة الثاني، حيث تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي 0-0 ما بين فريقي يونيفرسال وباباو ماتسانغا هنا في نهائي جزر القمر لتصفيات كاس جيم، المباراة الختامية. من يصل إلى الدوحة هنا 20 دقيقة وسنعرف الحقيقة، من سيكون المتاهل، من سيكون الواصل إلى الدوحة. كرة أولى تحولت عن طريق الفريق الأفضل في شوط المباراة الأول، ولكن أفضلية بدون أولوية، أفضلية بدون تقدم حتى الآن في النتيجة، ما زال التعادل سيد الموقف. كرة تعود في الناحية اليمنى، لا تغيير لا تبديل على مستوى التشكيل والأسماء، هي الأسماء هي الأسماء، محاولة في وسط أرضية الملعب. من الأسماء سيكسب هذا اللقاء؟ نتابع ونشاهد. كرة تحولت في الناحية اليمنى بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية أو إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق باباو ماتسانغا. هنا المدرب منار يتابع يشاهد. كرة في وسط أرضية الملعب، محاولة في الناحية اليمنى لمصلحة فريق باباو. تحولت الكرة إلى رمية جانبية، رامية جانبية، بداية أحداث شوط المباراة الأول. أذكر بأن شوط المباراة الأول، لمن لم يتابع شوط المباراة الأول، بأن شوط المباراة الأول السيطرة، الاستحواذ، الخطورة كانت لفريق يونيفرسال، ولكن حارس المرمى التفوق كان لسيم بكر حارس مرمى فريق باباو ماتسانغا الذي تألق في شوط المباراة الأول وزاد عن مرماه. هل يواصل التألق في شوط المباراة الثاني؟ كرة تحولت أمامية، محاولة في وسط الملعب لمصلحة فريق باباو ماتسانغا في الناحية اليمنى. فريق باباو ينشط الآن، فريق باباو يتحرك، محاولة لتحريك الشباك وتغيير النتيجة والصورة والحال والأداء. كرة في الناحية اليمنى لمصلحة فريق باباو ماتسانغا، يحاول في هذه الأثناء عن طريق اللاعب ثلاثة، اللاعب ينك علي في اللقطة الماضية، ولكن كرة فيها خطأ من الناحية اليمنى، ينفذ الخطأ الآن. كرة أمامية وصلت سهلة بعد ذلك، يعني مثل هذه الكرات الثابتة لابد أن تستغل ولابد أن تنفذ بشكل أفضل. كرة تعود في الناحية اليمنى، محاولة لمصلحة فريق يونيفرسال من الناحية اليسرى، تبعد الكرة. الدفاع حتى الآن الكلمة الأكبر للدفاع في هذه المباراة، محاولة. لم نشاهد المهاجمين، لم نشاهد هجوم الفريقين في هذه المباراة النهائية، هجوم الفريقين حتى الآن لم يظهر. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية. كرة تلعب الآن، محاولة في الناحية اليمنى لفريق باباو، مهارة موجودة، شطارة، لكن هنا الدفاع وإبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب من يحيو أحمد المتراجع والمنضبط والملتزم بالواجبات الدفاعية. كرة والتصويبة كانت عن طريق عطي سعيدو في اللقطة الماضية، يعتذر من زملائه في اللقطة الماضية لأنه تصرف بشكل فردي في وقت كان في مطلوب أن يكون أكثر جماعية اللاعب عطي سعيدو في اللقطة الماضية، لذلك يعتذر من زملائه في الكرة الماضية. كرة تعود الآن، محاولة في وسط الملعب، هنا التقدم، هنا الانفراد، جول أول، فرحة أولى، ضربة أولى من أجل الوصول وتسجيل الدخول هنا في شوط المباراة الأول. قاسم علي هو الهداف، هو الذي يعرف طريق المرمى جيدا، هنا في كرة بوجه القدم يسجل ويعلن عن البداية ويعلن عن التقدم، يضع بصمته ويضع فريقه ومدرسته في التقدم. يونيفرسال يتقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. واحد لا شيء، واحد لا شيء لفريق يونيفرسال هنا في هذه المباراة الختامية.
واحد لا شيء. نشاهد ونتابع أحداث الدقائق القادمة. هل من ردة فعل لفريق باباو ماتسانغا هنا في هذه المباراة؟ هل سيحرك هذا الهدف المياه الراكدة في صفوف فريق باباو ماتسانغا في هذه المباراة الختامية؟ كرة تعود الآن في الناحية اليمنى، محاولة في وسط أرضية الملعب من الناحية اليسرى، ينشط فريق باباو يتقدم من أجل التسجيل والعودة، من أجل التسجيل والتعديل مرة أخرى. كرة تعود في وسط الملعب مقطوعة، تعود المحاولة من جديد في وسط الملعب، تشتت تبعد إلى خارج أرضية الملعب. الآن العمل وثم العمل وثم العمل من أجل إعادة الأمور مرة أخرى بالنسبة لفريق باباو ماتسانغا. كرة في الناحية اليسرى، محاولة خطيرة، خروج حارس المرمى في اللقطة الماضية سيم بكر، اهتزت شباكة، اهتز مرمى في شوط المباراة الثاني بعد أن وقف سدا منيعا أمام هجوم فريق يونيفرسال طوال دقائق شوط المباراة الأول، إلا أن مرماه تهتز هنا في شوط المباراة، أو مرماه يهتز في شوط المباراة الثاني. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية، هي ضربة ركنية رمية، حكم المباراة نعم أشار على ضربة ركنية من الكرات الثابتة. يبحثون عن العودة، عن تحريك الشباك، عن تغيير النتيجة. محاولة من منطقة الجزاء، كرة في وسط الملعب، المحاولة الآن الثانية، هنا التقدم، هنا الهجوم، هنا التوغل من الجهة اليسرى، كرة في محاولة، الله على التاكلينج بصورة رائعة جدا في اللقطة الماضية. هنا المحاولة ما زالت، جول، الله، عدت فرصة خطيرة بتضيع، عدت من الجميع. شوف هنا الكرة والمحاولة والإصرار والرغبة والعزيمة، وبعد ذلك التصويبة من كعب مطيع في اللقطة الماضية، أرجوك طاوعيني، قال لها أرجوك طاوعيني، لكن الكرة الماضية رفضت بأن تدخل، رفضت بأن تمر. كرة تعود في وسط أرضية الملعب، محاولة مرة أخرى لفريق يونيفرسال، الآن السيطرة، الاستحواذ، التحكم، كل شيء لفريق يونيفرسال، كل شيء لفريق يونيفرسال. النتيجة التحكم، السيطرة، المعنويات المرتفعة، المعنويات المرتفعة في هذه الأثناء. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية، كرة تلعب الآن من الناحية اليسرى، محاولة في وسط أرضية الملعب مقطوعة، تعود من جديد في الناحية، الله على المرور، تقدم يأتي، كرة بينية من بين الدفاعات، هنا الوقوف، الاستدارة، الكرة والمهارة في الناحية اليسرى، عدت عدت عدت، كرة كانت صعبة عن طريق كعب مطيع في اللقطة الماضية، ولكن بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، يونيفرسال يظهر أو يظهر وجهه الحقيقي، وجهه الحقيقي، الوجه الهجومي، لا يعرف سوى الهجوم، سوى الهجوم في شوط المباراة الثاني. كرة فيها تمريرة رائعة جدا، يعني بصراحة تمنى من المخرج بأن يأتي بي 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 من صنع، من قام بالأسيست، من قام بصناعة الكرة في اللقطة الماضية. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، يبدو بأنه اللاعب حاتم محمود. نشاهد ونتابع من كان خلف الكرة، من كان خلف الكرة. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية في الناحية اليسرى، محاولة من جديد، جزر القمر تقدم لدينا هنا فريقين ومدرستين استحقا الوصول بكل جدارة إلى المباراة النهائية، ولكن في الأخير لابد من واصل. كرة تعود الآن، محاولة، باباو أين أنت؟ حتى الآن لم يظهر، حتى الآن يكتفي بالدفاع فقط. الهجوم، كل الهجوم لفريق يونيفرسال الذي يسجل الآن هدف مقابل لا شيء. القلق على محيى المدرب منار، نتيجة مقلقة، قد يغادر هذه البطولة
محاولة في الناحية اليمنى. نتحدث عن آخر عشر دقائق، عشر دقائق من نار ما بين هؤلاء، لا أقول الصغار بل هم كبار بعطائهم وبأدائهم في أرضية الملعب. محاولة في الناحية اليمنى، تقدم هنا، مرور هنا، الهروب، الهربة 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 الهربة، ومن ثم الضربة، الضربة تأتي، جول جول ثانية لفريقي. الله الله الله، يونيفرسال يسجل الثاني، يسجل الثاني هنا في هذه المباراة. كرة بينية، لا يوجد تسلل بل يوجد هدف في اللقطة الماضية، تصويبة من الرقم 14 كعب مطيع، الكرة تطاوع مطيع، وهدف أول لمطيع وثاني لفريق يونيفرسال في شوط المباراة الثاني. اثنين لا شيء، اثنين لا شيء هنا وسط انظار الحارس سيم بكر. كل شيء توقف، كل شيء توقف عند حدود قفازي في شوط المباراة الاول، لكن تسأل عن الحال في شوط المباراة الثاني. الصورة تعبر، الصورة تعبر في اللقطة الماضية. كرة تعود الان الى خارج ارضية الملعب، الى رمية جانبية، رمية جانبية من الناحية اليسرى. اثنين لا شيء، باباو ماتسانجا الفريق الذي يتأخر في هذه المباراة، هل يتأثر ويخرج ويغادر هذه البطولة أم تكون هناك كلمة؟ لا والله مش كلمة، كلمات كلمات لابد أن تكون لهذا الفريق. كرة تعود في وسط أرضية الملعب، محاولة من الناحية اليمنى، هنا المرور، هنا التقدم، هنا الكرة البينية والانطلاقة من الناحية اليمنى، ولكن أيضا تدخل دفاعي. كرة تعود مرة أخرى، عرضية، عرضية من أجل إكمال هذا العرض. الله على الاستلام وعلى كنترول رائع جدا، ولكن تدخل دفاعي، وكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، رمية جانبية من الناحية اليسرى. هنا الضغط، وهنا الكرات، وهنا التصويبة اليسارية، يسارية من نار، من نار في اللقطة الماضية، والرقصة والاحتفالية في الكرة الماضية وفي اللقطة الماضية. كرة تعود الآن، محاولة خطيرة جدا. 2-1 تولع، 2-1 تشتعل مرة أخرى، تعيد الأمل، تعيد الأماني، تعيد الأمال مرة أخرى إلى المباراة. سهم يتابع في هذه المباراة الختامية، ويتواجد أيضا في جزر القمر وتحديدا في العاصمة موروني، كما تواجد في مختلف العواصم. نتابع ونشاهد، كرة ثابتة، حارس المرمى لم يختبر هاشم حماد، بصراحة لم يختبر، لأن الدفاع وقف، وقف معه، ولأن الدفاع دافع عنه، ولأن فريق باباو لم يهدد بشكل كبير. كرة تعود في وسط الملعب، تصويبة قوية، جول جول. الله الله الله، لا يستسلمون، لا يرفعون المنديل، هنا يعودون مرة أخرى. نير إسحاق سجلها، إسحاق فعلها، إسحاق ترجمها، إسحاق بكل أحقية في اللقطة الماضية. هنا العودة، وهنا الله على التفويتة، مين هذا؟ الله على الكرة وعلى التفويتة عن طريق هنك علي في اللقطة الماضية بشكل رائع جدا، في كرة رائعة جدا، في كرة سجلها إسحاق نير، سجلها وقلص الفارق، قلص الفارق. 2-1، الله على هذا الشوط، واحد من أجمل أشواط البطولة، واحد من أجمل أشواط البطولة. كرة في الناحية اليسرى، محاولة تعود في وسط أرضية الملعب، هنا التقدم، تحرروا اللاعبين في أرضية الملعب من الضغوطات، تحرروا اللاعبين من التعليمات، أصبحوا يقدمون كرة قدم جميلة ورائعة ومثالية في أرضية الملعب. كرة قدم كما يجب أن تلعب، وكما يجب أن تقدم، كما يجب أن تلعب، وكما يجب أن تقدم. كرة في الناحية اليسرى، خطرة، كرة خطرة خطرة، ولكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ضربة ركنية. يواجه الخطر الآن فريق يونيفرسال، يحاصر
يحاصر من جانب فريق باباو. هل يستسلم الآن الحصار؟ الآن التقدم، الآن المحاولة أمام منطقة الجزاء، تصويبة اصطدت، تحولت الآن المحاولة تعود في وسط أرضية الملعب، الانطلاقة من الناحية اليسرى، هنا المحاولة، حارس المرمى سيم بكر يتدخل في اللقطة الماضية، بصراحة لا يسأل عن الهدفين، لا يتحمل مسؤولية الهدفين، الدفاع خاصة عمق الدفاع تفكك من جانب فريق باباو، لكن هنا التصويبة القوية والإبعاد، وكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق باباو، يتقدم للأمام من أجل العودة، من أجل التعادل، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء تبعد إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى في اللقطة الماضية، في كرة كانت ملعوبة عن طريق فريق باباو ماتسانجا. شوف هنا الإعادة والكرة التي سجلها إسحاق أو نير إسحاق في خدعة الدفاع في اللقطة الماضية، كرة تعود في وسط أرضية الملعب، محاولة من الناحية اليسرى، هنا انفراد، محاولة ولكن كرة تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. هدف ثالث، خلاص يخلص الموضوع، هدف ثالث سينهي هذه المواجهة، لكن هنا محاولة من الناحية اليسرى يبحث عن الحل، كيف هو الحل، كيف هو الطريق إلى المرمى وإلى إعادة المباراة من جديد، وإلى إعادة المباراة من جديد. كرة تعود الآن، محاولة في وسط أرضية الملعب لمصلحة فريق باباو، رامية جانبية في الناحية اليسرى، رامية جانبية في الجهة اليسرى لمصلحة فريق يونيفرسال، نتيجة غير مطمئنة، 2-1 ممكن أن يعود في أي وقت وممكن أن يعود في أي زمن فريق باباو. محاولة في الجهة اليسرى، لا ييأسون حتى الآن، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يحاولون في أرضية الملعب، يقاتلون أشد قتال من أجل العودة في هذه المباراة. كرة تعود في وسط أرضية الملعب، محاولة لمصلحة فريق باباو، مقطوعة هذه الكرة، تعود مرة أخرى في الناحية، شوف هنا الإبعاد، إبعاد الكرة على طول، على طول إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية، محاولة في الناحية اليسرى، كرة الآن تلعب، كنتر، الله على الكنترول، الاستلام بشكل رائع جدا، الأساسيات موجودة، أساسيات كرة القدم، الاستلام، التمرير، الباسنج، التاكلينج، الدريبلينج، كل شيء حاضر في أرضية الملعب من جانب الفريقين، كرة فيها خطأ لمصلحة فريق باباو ماتسانجا، التعب أو لفريق يونيفرسال، التعب بدأ ينال من اللاعبين في أرضية الملعب، آخر دقيقة ونصف من الوقت الأصلي على نهاية هذه المباراة المثيرة والكبيرة ما بين الفريقين، جزر القمر بصراحة، يعني لابد بأن نشيد بفريقي هذه المباراة النهائية وبهذا التنظيم الرائع من جانب، شكرا لجزر القمر، شكرا لكل من ساهم في إظهار هذا الحدث، في إظهار هذه الصورة الرائعة جدا هناك في جزر القمر. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية جانبية، رمية جانبية في الجهة اليمنى لمصلحة فريق باباو. الرمق الأخير، دخلنا في الدقائق الحرجة، دخلنا في الدقائق الصعبة، دخلنا في دقائق لا تعويض، دخلنا في الدقائق الحاسمة أو في الدقيقة الحاسمة والثواني الأخيرة، لمن تكون يسيرة، لمن تكون يسيرة. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية، هي الأخيرة، هي الأخيرة، الكرات الثابتة، حل من الحلول، طريق من طرق الوصول،
أليس كذلك يا منار؟ يتابع ويوجه وكرة عرضية أمام منطقة الجزاء، صوب كرة بعيدة بعيدة بعيدة، بهذه الطريقة لن تسجل، وبهذه الطريقة لن تعود، وبهذه الطريقة لن تتعادل، وبهذه الطريقة ستخسر، ولكن ستكسب احترام وحب الجميع. ضربة مرمى، ضربة مرمى، 40 دقيقة، 40 دقيقة، الوقت بدل الضائع. حكم المباراة ينهي أحداث هذه المواجهة، الصافرة حاضرة، فريق يونيفرسال يمثل جزر القمر، جزر القمر في نهائيات كأس تشي. مبروك، ألف مبروك، كل التبريكات لهذا الفريق ولهذه المدرسة، الوصول إلى الدوحة في فبراير القادم، تمثيل جزر القمر. هارد لك لفريق باباو ماتسانغا، في الأخير كتبت، في الأخير قدرت، في الأخير ذهبت لفريق يونيفرسال، وفي الأخير لابد بصراحة أن نشكر الفريقين، نشكر الجماهير وجميع المنظمين هناك في جزر القمر على هذا التنظيم الرائع. هنا الحسرة، هنا الندم، دائما وأبدا هذه اللقطات نشاهدها في كرة القدم، ولكن لابد أن يرفع رأس فريق باباو ماتسانغا وعناصر فريق باباو ماتسانغا. قدموا شوط للذكرى بصراحة، شوط المباراة الثاني، عليهم أن يفتخروا بهذا الأداء وبهذا الفريق وبهذه المدرسة. مشاهدين متابعين في كل مكان، أتمنى بأن أكون قد وفقت في التعليق والوصف على أحداث هذه المواجهة، لم يتبقى لي من الكلام سوى السلام. في الختام تقبلوا تحيتي، محدثكم ومحبكم على الدوام أحمد عبد الله البلوشي. أما الآن أنتقل بالكلمة والصوت والصورة إلى الزميل العزيز حسن الملة هناك في الاستديو التحليلي. حسن تفضل، لك الكلمة.